السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوف أعطيكم أنشطة لمادة الرياضيات للصف الثاني الفصل الدراسي الأول. طبعا هنا لدينا في السؤال الأول كما قلنا سابقا الطالب يكمل لوحة المياه هنا 21 22 23 24 25 26 27 28 29 و30. كذلك هنا لدينا 51 52 53 54 55 56 57 58 59 و60. أما هنا 81 82 83 84 85 86 87 88 89 و90. طبعا هنا كل مرة نزيد 1. أما هنا طبعا كل مرة نزيد 10، كل مرة نزيد 10، فهنا 55 65 75 85 95. كذلك هنا 30 40 50 60 و70. أيضا هنا 13 23 33 و43. هنا 11 و21 و31 و41 و50. كذلك هنا نكمل السلسلة 22 33 و44. هنا كذلك 34 45 و56. طبعا هنا نكملها من لوحة المياه كما اتفقنا سابقا. هنا كل مرة نزيد 1، 21 22 23. هنا نستخدم زيادة 11 عندما تكون مثل الدرج، فنزيد 11 فتكون الإجابة 45 و56 و56. أما هنا فنكمل النمط في هذا السؤال. كل مرة هنا كل مرة نزيد 10 ف49 58 إلا عفوا كما قلنا سابقا كل مرة نزيد 11 لما تكون مثل الدرج، كل مرة نزيد فيها 11 فهنا الإجابة 67. هنا 7 وهنا 27، هنا 54 53 و72. أما هنا يكون تسلسل عادي 42 43، هنا 36 37. هنا كذلك يكون تسلسل جدا عادي فنكمل 54 55 و56. هنا كل مرة نزيد نقص 10، هنا كل مرة نزيد 10 ف55 ناقص 10 يعطينا 45، 55 زائد 10 يعطينا 39. كذلك هنا لدينا 67 فتكون هنا الإجابة 66 67 68 28 29 و30. كما اتفقنا سابقا هنا نطرح 10 وهنا نزيد 10، هنا نطرح 10 وهنا نزيد 10، فنطرح 10 تصير 19 ونزيد 10 فتصير 39، هنا ننقص 10 فتصير 57، نزيد 10 وتصير 77. الآن ننتقل للسؤال اللي بعده وهو في صفحة 3. ما بين العقود، ما بين العقود. طبعا هنا نكمل السلسلة من 80 إلى 90، 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90. كذلك هنا بين 50 و60 فنكمل 51 52 53 54 55 56 57 58 59 و60. هنا اشترى محمد عددا من الكرات الزجاجية بلغ عددها ما بين 50 و60 كرة زجاجية،
كم تتوقع عدد الكرات الزجاجية؟ طبعا أي العدد يقع بين 50 و60، فمثلا يتكون 51، 52، 53، 54، 55، 56، 57، 58، 59. فيكون العدد ما بين هذه الأرقام. هنا أهدت مريم في هذا السؤال، أهدت مريم صديقتها فاطمة مجموعة من الكتب بلغت عددها 10 إلى 20 كتاب، كم تتوقع الكتب؟ فهنا أيضا الكتب تكون أو تقع بين 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19. زارت سالم مجموعة من الزهور يبلغ عددها من 30 إلى 40، فتكون الإجابة 31، 32، 33، 34، 35، 36، 37، 38، 39. هذه الإجابات. هنا جمع سالم حصاد ثمار التفاح، وكان مجموع عدد التفاح يتراوح بين 98. أكتب جميع الأعداد المحتملة بين 80 و90. فهنا نكتب 81، 82، 83، 84، 85، 86، 87، 88، 89. هنا أي من الأعداد التالية تعتبر عدد عقدي؟ فالأعداد العقدية هي 90. طبعا الأعداد العقدية هي 10، 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90. أي الأعداد التي تعتبر عددا عقديا؟ كذلك نقول الإجابة 80. أي الأعداد العقدية أضعاف العشرات ما تقع بين اللي هي 10 و20، 10 و30 عفوا، فتقع بينهن اللي هي 20، فنضع دائرة حول 20. الآن ننتقل للسؤال اللي بعده أو الصفحة التي تليها. أنا عدد من الأعداد العقدية أضعاف، طبعا هي من المضاعفات للعشرة، أقع بين 50 و70. طبعا اللي تقع بين 50 و70 هي 60. هنا 50، 60، 70، فهي تقع بينهن 60. ما هو العدد أضعاف العشرة الذي يلي 60؟ طبعا بعد 60 تأتي 70. ما هو العدد من أضعاف العشرة الذي يلي العدد 30؟ طبعا هو 40. ما هي نقطة المنتصف بين 80 و90؟ طبعا بين هذه الأرقام هي 85. كما قلنا سابقا 81، 82، 83، 84، 85، 86. فلتقع بين هي 85، لتقع بين 80 و90. ما هي نقطة المنتصف بين 70 و80؟ فعندنا 71، 72، 73، 74، 75، 76، 77، 79. فنقطة المنتصف هي 75. هنا رقمين 3/4، وهنا رقمين 3/4، فنقطة المنتصف هي الإجابة ب 75. ما هي نقطة المنتصف بين 50 و60؟ ما هي نقطة المنتصف بين 50 و60؟ طبعا هنا الإجابة بين 50 و60 هي الإجابة 55. العدد 45 هي نقطة المنتصف بين، طبعا هذا الرقم يقع بين 40 و50. العدد 35 هي نقطة المنتصف بين 30 و40. ما هي نقطة المنتصف بين 90 و100؟ طبعا الإجابة هي 95. نقطة المنتصف بينها 95. الآن في هذا السؤال أكمل لوحة المياه. طبعا يقوم الطالب بإكمال لوحة المياه بكتابة الأرقام 1، 2، 3، 4، 5،
ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إحدى عشر اثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر ثمانية عشر تسعة عشر عشرون واحد وعشرون اثنين وعشرون ثلاثة وعشرون أربعة وعشرون خمسة وعشرون ستة وعشرون سبعة وعشرون ثمانية وعشرون تسعة وعشرون ثلاثين واحد وثلاثون اثنان وثلاثون هنا ثلاثة وثلاثون. طبعا يقوم الطالب بإكمالها جميعها إلى أن يصل إلى المئة. طبعا هذا السؤال واضح. هنا أقفز اثنينات وأكتب الأعداد الناقصة على لوحة المئة. طبعا هنا نكتب اللي هي اثنينات، فنكتب هنا اثنان أربعة ستة ثمانية عشرة، كذلك هنا اثنى عشر أربعة عشر ستة عشر ثمانية عشر عشرون، هنا ثلاثون أربعون خمسون ستون سبعون. طبعا نكمل لوحة المئة بالطريقة الصحيحة. أكثر الطلاب يعرفوا يحلوا هذا السؤال. هنا أقفز بالخمسات وأكتب الأعداد الناقصة في لوحة المئة. فعندنا خمسة عشرة خمسة عشر عشرون خمسة وعشرون ثلاثون خمسة وثلاثون أربعون خمسة وأربعون وخمسة وأربعون وخمسون. فنكمل هنا عشرة عشرون ثلاثون أربعون خمسون ستون سبعون ثمانون تسعون ومئة. فالإجابة هي عندما نقفز خمسات فتكون الإجابة، تكون الإجابات هنا وأيضا هنا. فعندنا عشرة عشرون ثلاثون أربعون خمسون ستون سبعون ثمانون تسعون ومئة. هنا اثنى عشر وأيضا طبعا هنا كل مرة نقفز كم؟ كل مرة نزيد اثنان، فتصير الإجابة أربعة عشر ستة عشر ثمانية عشر عشرون اثنان وعشرون أربعة وعشرون ستة وعشرون ثمانية وعشرون ثلاثون. تكون الإجابة هكذا. كذلك هنا الأزواج العددية حتى المئة، الأزواج العددية حتى المئة طبعا كم زائد كم يعطينا مئة، فهنا تكون الإجابة صفر. عشرة كم عشان يعطينا عشرة، فالإجابة هنا صفر. كم متبقي من المئة؟ طبعا نأخذ تسعين من المئة، المتبقي عشرة. ناخذ تسعة من العشرة، فالمتبقي كم؟ واحد. ناخذ من المئة ثمانين، فالمتبقي عشرين. كذلك ناخذ من العشرة ثمانية، فالمتبقي اثنان. هنا ناخذ سبعين من المئة، فيتبقى ثلاثين. ناخذ طبعا هنا الإجابة تكون هنا عشرة في خطأ مطبعي. سبعة نقص منها نقص من العشرة فتعطينا ثلاثة. أيضا هنا ستين نقصها من المئة فتعطينا أربعين. ستة نقصها من المئة فتعطينا أربعة. كذلك هنا من المئة نقص خمسة فتعطينا خمسين، ومن العشرة نقص خمسة فتعطينا خمسة. الآن نقوم بحل هذا السؤال. عندنا هذا السؤال جدا سهل اللي هي حقائق الجمع. فعندنا هنا سبعة زائد ثلاثة يعطينا عشرة. الآن نعكس ثلاثة زائد سبعة يعطينا عشرة. أما في الطرح عشرة ناقص ثلاثة يعطينا سبعة، أيضا نعكسها سبعة ناقص عشرة ناقص سبعة يعطينا ثلاثة. كذلك هنا سبعين زائد ثلاثين يعطينا مئة، ثلاثين نعكسها ثلاثين زائد سبعين يعطينا مئة. هنا مئة ناقص ثلاثين يعطينا سبعين، ومئة ناقص سبعين يعطينا ثلاثين، نعكسها كما قلنا سابقا. عندنا هنا طبعا هنا الإجابة تكون ثلاثين، فسبعين زائد ثلاثين يعطينا مئة،
وثلاثين زائد سبعين يعطينا مية. كذلك هنا مئة ناقص سبعين يعطينا ثلاثين، ومئة ناقص ثلاثين يعطينا سبعين. كذلك هنا في حقائق الجمع، هنا طبعا لدينا ستين فنكملها بأربعين. ستين زائد أربعين يعطينا مئة، وأربعين زائد ستين يعطينا مئة. كذلك هنا مئة ناقص أربعين يعطينا ستين، ومئة ناقص ستين يعطينا أربعين. هذه هي الإجابات. الآن ننتقل للدرس السادس، وهو استخدام خط الأعداد لتقريب لأقرب عشرة. فالتقريب لأقرب عشرة فنوزعن هنا 99، 99 تكون عند المئة، و 76 تكون ما بين 70 وهنا 76، عندنا 55 تكون بين 50 و60، 24 تكون قريبة من 20، وإحدى عشر تكون قريبة من 10. في السؤال الثاني طبعا هنا دائما نقول للطالب أن الواحد والاثنان والثلاثة والأربعة هذيل بخيلات، الخمسة والستة والسبعة والثمانية والتسعة هذيل كريمات. فالتسعة كريمة فتعطي الاثنان عشرة فتصبح ثلاثين، الخمسة كريمة فتعطي الاثنان عشرة فتصبح ثلاثين، الاثنان بخيلة لا تقدر أن تعطي الخمسة عشرة فترجع الخمسين مثل ما هي، الواحد أيضا بخيلة فترجع الثلاثين مثل ما هي. كذلك هنا في الدرس السابع الأزواج العددية للعدد 20، عندنا 0 زائد 20، 0 زائد 20 هنا يعطينا 20، 1 زائد كم يعطينا 20؟ فهنا 1 زائد 19 يعطينا 20. 20 ناقص 2 يعطينا 18، 20 ناقص 3 يعطينا 17، 20 ناقص 4 يعطينا 16، هنا 20 ناقص 5 يعطينا 15، 20 ناقص 6 يعطينا 14، 20 ناقص 7 يعطينا 13، 20 ناقص 8 يعطينا 12، 20 ناقص 9 يعطينا 11، و20 ناقص 10 يعطينا 10. 20 ناقص 10 يعطينا 10. الآن نقوم بحل هذا السؤال. نحن حلينا قبل مثل هذا السؤال، فعندنا هنا 1 زائد 19 يعطينا 20. الحين نعكسها 19 زائد 1 يعطينا 20. أما في عملية الضرب ف19 ناقص 1 يعطينا 19، 20، 20 ناقص 19 يعطينا 1. هنا نعكسهن. كذلك هنا 5 زائد 15، 5 زائد 15 20، 15 زائد 5 20. كذلك هنا نعكسها، هنا نعكسها، فاللي هي 15 و5، 5 و15. الآن نقوم بحل الأزواج العددية بين 20 هنا لدينا 2، كم متبقي عن 12؟ متبقي 10. هنا لدينا 3، كم متبقي عن 12؟ متبقي 9، وهنا متبقي 8، هنا 7 و6، 5 4 3 2 1 و0 و11. فالصفر زائد كم يعطينا 12؟ 12. 1 زائد كم يعطينا 12؟ هنا 11. 2 زائد كم يعطينا 12؟ 10. فيقوم الطالب بعمل 12 ناقص 3 فتعطيه الإجابة 9، 12 ناقص 4 تعطيه الإجابة 8. الآن نقوم بحل سؤال 17. هنا
15 زائد 2 يعطينا 17، 2 زائد 15 يعطينا 17، 17 ناقص 2 15، 15 17 ناقص 15 2. كذلك هنا 12 زائد 2 14، 2 زائد 12 يعطينا 14. هنا أيضا نعكسها 12 و2، وكذلك هنا 2 و12. عندنا الآن في صفحة 18 نقوم بحل هذا السؤال. ناتج الجمع بين هنا نضع الواحد هنا ونضع الثلاثة هنا ونضع الثلاثة الباقية هنا، فتصبح الإجابة 10 زائد 10 زائد 3 يساوي كم؟ يساوي 23. كذلك هنا في هذا السؤال لدينا 4 نضعها تحت الستة، وكذلك الخمسة، الخمسة تكون تحت الاثنان، فتصبح هنا 10 وهنا 10. كذلك متبقي من الخمسة 3، فالإجابة 3 زائد 10 زائد 10 تعطينا كم؟ تعطينا 23. كذلك هنا في هذا السؤال لدينا نوزع الستة هنا عند الخمسة، نكتب بالعربي نوزعها عند، هنا نضع الخمسة وهنا تحت الواحد نضع، تحت السبعة نضع واحد، فهنا أصبحت لدينا 10. عندنا في السبعة متبقي اثنان، فنكتب نزل اثنان، فأيضا هنا تصبح 10، فالإجابة 10 زائد 10 يعطينا 20. كذلك هنا توزيع الثلاثة، نزل الواحد ونضع الاثنان تحت الخمسة، كذلك نوزع الأربعة، هنا الواحد وهنا الاثنان، فأصبحت الإجابة 1 زائد 10 وهنا 10، فالإجابة كم؟ 21. فالإجابة 21. نحل أسئلة أكثر عنهن. هنا لدينا 17 لدينا هنا 17، فننزل هنا الثلاثة وننزل هنا الستة، فهنا أصبحت كم؟ 20 زائد 6، فالإجابة 26. كذلك ننزل هنا الاثنان وتبقى لدينا 5، فهنا أصبحت 20 زائد 5 يعطينا 25. كذلك ننزل هنا 9 فتصبح 20، فالإجابة 20. هنا نوزع، نضع هنا الخمسة ونضع هنا الواحد، فالإجابة 20 زائد 1 يعطينا 21. كذلك هنا نوزع الثمانية هنا ونضع الواحد هنا، فهنا 20 زائد 1 يعطينا 21. كذلك نوزع هنا الخمسة وهنا الاثنان، فعشرين زائد 2 يعطينا 22. هنا 13 ناقص 8 يعطينا 4، تحقق من إجابتك، فأربعة زائد 8 يعطينا كم؟ 12، فهنا الإجابة خاطئة. كذلك هنا 14 و7، فنقوم بعملية الجمع 7
زائد 5 يعطينا 12، فهنا الإجابة خاطئة. كذلك هنا 20، فنضع 11 زائد 1 يعطينا 12، فهنا أيضا الإجابة خاطئة. نقوم بتكملة الأسئلة بنفس الطريقة. الآن نقوم بحل صفحة 23. أرسم المصفوفة. فمثلا لدينا نجمة 2 3 4 5 6 7 8. عفواً، فثلاثة زائد 6 1 2 3 1 2، في كل قسم 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 5 6. فهنا لدينا 3 3، وهنا أيضا 3، وهنا 3 3 3 و3. فستة ضرب 3 يعطينا 18، الإجابة هنا تساوي 18. كذلك هنا 4 و3، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4. فالإجابة هنا 12. هنا 1 2 1 3، طبعا لدينا سطران، في كل سطر يوجد 5، فالإجابة 10. الآن نقوم بحل سؤال 24. يكسب خلفان ريال 1 لكل عجلة يقوم بإصلاحها. قام خلفان بإصلاح 3 عجلات، كم ريال سيحصل؟ طبعا 3 ريالات. يكسب خلفان ريال 1 لكل عجلة يقوم بإصلاحها، قام بإصلاح 5 عجلات، فكم يحصل؟ طبعا هنا 5 ضرب 1 يعطينا 5. يكسب خلفان 2 ريال لكل عجلة يقوم بإصلاحها، فأصلح هو 3 دراجات، كم ريال سيحصل؟ طبعا في كل دراجة لدينا عجلتان، فثلاثة ضرب 2 يعطينا 6، فأيضا 2 ضرب 6 يعطينا 12، فالإجابة 12 ريالا. يكسب خلفان ريال 1 لكل عجلة، فقام بإصلاح 6 دراجات، فكذلك 6 ضرب 2 يعطينا 12، و1 ضرب 12 يعطينا 12 ريالا، فهو حصل على 12 ريالا. هذه هي الأسئلة والإجابات. أتمنى